قسم يا عمدة قسم بس من غير صداع. قول يا هيمة قول. مكرمني فرد مقبل مدبر معا. مع مين يا كجلمود صخر حطه السيل منا. منين يا من علي. علي 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 يا علي. وراحت عليك يا دنيا وراح زمان الشهادة. تعالى حنتيرة بصراحة شربتات خالص. أعرفكم رجب بيه التركي ناشد بيه زهدي من كبار رجال الأعمال بالإسكندرية ومعجبين بيكوا على الآخر. يا أهلا يا أهلا برجال الأعمال. لعلمك يا باشا إحنا بنحب ندفع عجلة الاستثمار حتى لو فست. أنا عايزكم في شغل. بنتي بتلعب باسكت في سبورتنج وعندها بطولة بعد بكرة. عايزكم تعملوا لها أغنية كده عشان ترفع راسها وسط زمايلها. ادي 500 جنيه لتون المصاريف. عديت ولا نعد يا باشا؟ تلاش يا باشا ما تلاش. ان شاء الله هنخليها تخرم الشبكه جوال. تخرم ايه؟ دي باسكت مش طايره. مخرومه اصلا. تلاش يا باشا ان شاء الله الانسه هتكون مبسوطه قوي قوي وتقول لك ميرسي يا بابي. انما يا باشا يا بنت سيادتك اسمها ايه عشان خاطر الغنيه ولا هنعملها؟ هايدي. مش فاهم وجهه نظرك. بنتو يا جدع اسمها هايدي. بنتو. استغفر الله العظيم. بص يا باشا بعون الله من النجمه هنكون هناك ان شاء الله. بس المكان فين؟ في الصاله المغطاه. ماشي يا باشا ان شاء الله. طب حطوا بالعافيه. يلا يلا حطوا بالعافيه. دعوات سما باشا.